جلسة التداولات في السوق الكويتية. ينضم إلي من السوق السيد أشرف فؤاد المحلل في أسواق المال. أهلا بك معنا أستاذ أشرف. يعني نرى مكاسب في نهاية الجلسة للمؤشرات الجماعية بشكل عام، وكنا تخطينا مستويات 25 مليون دينار في قيم السيولة. ما هو تعليقك على جلسة اليوم، وما هو السبب بالارتفاعات التي حققها اليوم كويت 15؟ ارتفعنا في نهاية الجلسة بأكثر من 1%. اهلا وسهلا بحضرتك اخت ميسا. الحقيقه السوق الكويتي النهارده بيقفل اخر يوم بالشهر لان بكره اجازه، فمن بدايه يوم الاحد هيكون شهر جديد، فده اغلاقات شهريه. ففي عاملين، العامل الاول هو اقفالات شهريه، العامل الثاني هو الهبوط خلال الفترة الماضية. لازم يجي فترة يرجع عمليات بناء مراكز على أسعار معينة، ولا سيما على الأسعار الأسهم التشغيلية. وده اللي يقودنا لسؤال حضرتك الثاني، وهو ليه ارتفع مؤشر كويت 15؟ لأن مكوناته أسهم تشغيلية، ولا سيما البنوك. البنك الوطني لمس الدينار النهاردة بسبب أن لا يصح دايما إلا الصحيح في الاتجاه نحو الأسهم التشغيلية. نعم. في أيوة مضاربات، لكن في نهاية الشهر دايما يعتمدوا على زي كويت 15 1% ربح النهاردة، علشان الأسهم التشغيلية هي اللي ليها الدور حاليا أكثر، حتى ولو كان المضاربية تاخذ بعض الشريحة من السهم الأسهم الكويتية. طيب، يعني هذه الارتفاعات سيد أشرف وإن كانت ليست بالكبيرة، يعني إذا ما قارناها بما يحدث في الأسواق الخليجية الأسواق العالمية، هل تعتقد بأنه يعني ما يكبح جماح ارتفاعات قوية في السوق الكويتية هي يمكن الإجراءات الرقابية التي اتخذتها هيئة سوق المال؟ يعني ما هي الأسباب التي تقف عن عدم ارتفاع الأسواق الكويتية أو المؤشرات الكويتية كما يحدث بمثيلاتها في الأسواق الخليجية؟ نعم، حضرتك أصبت الحقيقة. واحد من العوامل الرئيسية هي بعض الإجراءات الرقابية اللي الحقيقة بدأوا يعدلوا فيها، يعني إجراءات الرقابية والحوكمة ومدوها شوية. موضوع الاستحواذ الإلزامي، رفعوا النسبة، العرض الإلزامي رفعوه، ولكن تبقى أن هناك كان بعض التفاؤل من أن في جلسات لمجلس الأمة بعض التعديلات الأكبر على قانون هيئة سوق المال، وده ما حصلش، واحتمال أنه يتأجل لدور الانعقاد الثاني. فده أعطى نوع من الإحباط لمن كان يريد تعديلات أوسع على الإجراءات الرقابية. ولكن لا نعول فقط على هذا الأمر، في أيضا في عدم وضوح رؤية بالنسبة لخطط تنمية واضحة في الاقتصاد الكويتي عن مقارنة بالأسواق الأخرى. نعم. الناس في دبي، قطر، السعودية في رؤية واضحة وماشية فيها. ممكن تلاقي السوق دبي وأبو ظبي ما زعلوش أبدا لما هبط 5% 6%. صحيح. ما حصلش هلع، 7% ما حصلش هلع، رجع تاني يوم عوض وخد 3% و4% وعوضهم، لأن في وضوح رؤية. وده السوق لازم يحصل تصحيح صعودا وهبوطا. لكن الفرق إن في السوق الكويتي الاقتصاد عموما بشكل عام والبورصة وقطاع الاستثمار ما فيهوش وضوح للرؤية، وده السبب الرئيسي في أني حتى السهم لا بيجاري الأسهم الخليجية ولا حتى بيجاري الأسهم العربية، لأني هو لسه في كبح جماح للسوق. الناس محتاجة دعم نفسي، في هبوط نفسي. وفي نفس الوقت أيضا الفترة دي من السنة بيبقى في هبوط بسبب أني لا هو ربع ولا نص، مستنية الناس تشوف إيه اللي جاي، ولا سيما دخول شهر رمضان. بعدها أتوقع بعدها محتاج دعم سياسي كمان، هتلاقي السوق يصعد. طيب، أليس من المستغرب يعني أستاذ أشرف بأنه يعني مع الإجراءات الرقابية اللي عم تتخذها هيئة السوق ما زلنا نرى ملف الشركات المتعثرة إلى الآن؟ يعني لم نرى أي قرار واضح أو أي قرار عقابي تجاه هذه الشركات متخذة من قبل هيئة سوق المال. نعم، أفضل تعليق سمعته بهذا الشأن إن فضلت الأسهم، سابوا الأسهم المتعثرة بلفظ حضرتك ولكنها باللفظ الآخر الميتة جنب الأسهم الحية، فالاثنين ماتوا. فالحقيقة باقي بس ننقذ الأم، يعني الجنين مات ننقذ الأم. الحقيقة عايزين دفعة
قوية. نعم. من الإجراءات الرقابية التي لا تؤثر على المساهمين. المشكلة أن مش لاقين طريقة عقابية. الطريقة العقابية هو إيه؟ أنك تشيلي الأسهم أو تلغي إدراج السهم. من المتضرر من هذا الأمر؟ المساهم، المساهم الصغير. فلازم أنت تلاقي نموذج معين لمعاقبة الشركات ومجالس الإدارات المتعثرة بشكل لا يضر بمصالح المساهمين. على سبيل المثال أن تجبري الناس المخطئة الأخطأوا وخلوا الشركات تتعثر في أنها تشتري أسهم صغار المساهمين، وبعد كده يبدأ شغل إجراءات عقابية معينة. لكن هو الأفضل مجلس الإدارة هو استفاد ومش خسران خالص. نعم. خلي الشركات تدرج تلغى من الإدراج، المتضرر هو المساهم الصغير. فلابد أن يوجد أو نوجد أو هيئة سوق المال توجد طريقة عقابية لمعاقبة الشركات المتعثرة والمتسبب في هذا التعثر. يمكن مش مجلس الإدارة المسبب التعثر، يمكن أمور أخرى لازم تبحث. وإذا لقيت أن مجلس الإدارة هو السبب تعاقبه بشكل مباشر بحيث لا يضر صغار المساهمين. سيد أشرف فؤاد محلل الأسواق المالية كنت معي من سوق الكويت، شكرا جزيلا لك. ونذكر بأن قيم التداولات أيضا انتهت في جلسة اليوم في السوق الكويتي، وصلت إلى 33 مليون و 430 ألف دينار.